الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه صدقا يا فراد، لكن ما أنت ونين علوس وآه حذيفة والنبي صلى الله عليه وسلم قفك وسرتك وقرسن جريب أما سكرتين في النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضع الجوغان صحابة انت عليك ورجع دوغيدين وتاريخ اللي يسو شكي اي جوغان فهدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيجار سيره سي أريله سهاس ولا بيجان جري حذيفة بن اليمان على شجاع إن يري ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فقرأوه وحو حذيفة إذن شجاع الرباية قرآنك عبد الله بن مسعود إذن أقيانا وقرآن صحيح قراءة صحيح أقيان يعني معناها جود مركان تمام نبي إنه كتزكير يرى روح شيقي ورن سرتنا ويسال الله بيته يدعو اي دوليهين دكتور ربضانا حق فضلك اي مرتبه لك قاله رنتي ومنقبت ماشي اذا العدو ان شئت كنت من المهاجرين وان شئت كنت من الانصار فاختر احب الامرين الى نفسي وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة حداد رتب إن المهاجرين تكمل نقطتنا واكوكا دي رتب إن الأنصار نقطتنا على إسكالة فاختر أحد الأمرين إلى نفسي أحب الأمرين إلى نفسي لا لا رمض متك أرجع شاي هلك قلبي لا وجنجارة هلك الدورة وأنو من ضلنا كلمات كاس قرتو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان حين لقيه أول مرة في مكة. كلمات يا النبي كلها لنك حذيفة للي هي مكي يقول رئيسي والنبي كل كل مكة مكي يقول رئيس الصح أي والله كل ما من مكة يكون كل ما النبي يقول حذيفة لبعض يجتاع أنا حاجة إلى مهاجرين تكبير أنا أنصار تكبير أذاك على دارهم ولتخير حذيفة بن اليمان في الانتماء إلى أكرم فئتين وأحبهما إلى المسلمين قصة نبي يقولوا الدور قليو حذيفة بن اليمان يقولوا أنس بشك طاعم وكبيرة لولاً كوحوض وكوه وشرفة البلانة أما أكرم فئتين لولا كوحوض مدو ذا أبو معركتي حق ماموس ونوجع لي هاي وكالة دورة حذيفة إسا أي رنكا أما ماشا كتكو جرتا بس روحا جرتا يدو كصاب صن صادتا كانت النبي إنو دور انجليا ودور سيو حذيفة بن اليمان ودور انجليا ويلا كلا دورا بس أي جرتا ألا وضعا روحا مدى أكرم كاكوة أليغا مركا كو كريم سن مدى أبدعش هاي دورا إنو نبي قدر بس أكتم بس فاليمان نينك للي هاي وأبو حذيفة حذيفة أبيه وما كتعدلنا حذيفة نينك على اليمان وما قعابه قلت المكي نرى مكة من بني عبس أصل عنه كسو الجيدة حقا رع عبس لكنه أصاب دما في قومه لكنه حقها قفسو الدلي ديك بصاق لأبيه اليمان قلنا لي حذيفة ديك بصاق لي فالضر إلى النزوح عن مكة إلى يثرب طاوحة أيكو خسرت مكة إنو كتغو مكة وتغو المدينة المنورة إلا أن هلك أنا دي والله قبصان هذه وهناك حالة بني عبد الأشهر وصاهرهم وولد له ابنه حذيفة هلك مكة وتغنى راب بني عبد الأشهر بوحل في لي الشيء يسابوا اللحي لذي وولد له هل كان وحاول شو الكيسية حذيفة مركب الصلاة قال بعد مركب أمي أسانين وحربنا
in aan horta ogaanno maxaa keenay nabiga inuu yidhaah labada meel kala dooro, ila ninku asalkiisii iyo halkii uu ka soo jeedun buu aadaya. Laakiin maxaa keenay inuu yidhaahdo halkana waad geli kartaa, khaanadana waad geli kartaa, adaa kale leh. Haddaba marka yemaan, alyamaan oo ah xudayfa aabihii ba asal ahaan marka intuu ka soo tegay madiina yimid. Thuma zaalat almawaani' alati taxulu duna alyamaani wa duna dukhuuli maka, kadibna muddo markii la joogay wixii ka hor istaagi lahaa yemaan, alyamaan oo ah xudayfa aabihii inuu maka tago iska baabeen dabada iska ilaawaya mugt. Fajacala yataraddadu baynaha bayna yathrib, kadibna aabihii wuxuu bilaabay marna inuu makana aado cidka celisa ayan jirin. Madiina oo ah meeshii marka dambe uu boroosimaha dhigta uu ku sugnaaday oo dadkii uu maaragtay axlaafta la noqday oo la xididana da halkaa ku noqon jiray. Walaakina iqaamatahu kaanat fi lmadiinati akharu asl waansab, laakiin inta uu ku neg yahay madiina munawara ayaa badnay inta uu ha ku neg yahay maka lmukarama. Qofka dabcan meesha uu ku dambeeyo uu ku ilmu dhalo oo halkaa wey halka marka qofka u badnaanay. ولما أهل الإسلام بنوره على جزيرة العرب مركي إسلام نور كيسة وإفيي الجزيرة العرب الجزيرة العرب كان اليمان أبو حذيفة أحد عشرة بني عبس وفدوا على الرسول عليه صلوات الله وسلامه عليه وفدوا على الرسول صلوات الله عليه وأعلنوا إسلامهم بين يديه مركي إسلام كساء بالغضب اليمان xudayfa aabihii wuxuu ku jiray tobankii ugu horreeyay ee reer bani cabas ee nebiga u yimid ee halkaa ku islaamay. wadalika qabla an yuhaajira ila lmadiina, waxayna ahayd nebiga intuusan heer madiina u hijroonin. wa min huna kaana xudayfatu, xudayfa muxuu noqonaya marka makiya alasl, asal ahaan ku kasoo jeeda maka, madaniya nashati barbaar iyo dhalashana halkee almadiina munawwara. marka dabcan haddaad muhaajiriinta ku biirtidna asalkaagu makaawi baad ahay, haddaad ansaarta aad ku biirtidna nin reer madiina halkaa ku dhashay baa tahay, marka adaa kala dooranay. markaasaa lagu yidhi nashaa xudayfatu min yaman fi bayti muslim urubiya fi kana fi abawayni min asaabiqiina ila dukhuuli fi diin illah, ninka xudayfada leeyahay waxa uu runtii ku dhashay guri muslim ila naabi waqtigaasu islaamay, waxa kaloo lagu soo koriyo lagu soo barbaariyey oo soo maaragtay ama soo barbaariyey laba waalid oo dadkii ugu horreeyay islaamku soo galay ah. fa aslama qabla an tagtaxila caynaahu bimara rasuuli illaahi salawaatu llahi wasalaamu calayhi, xudayfa marka wuxuu islaamay inta labadiisa indhood aanay ku kuulan ama aanay arkin nabiga salallahu calayhi wasalam, intuusan nabiga arkin buba islaamay, maxaa yeele labadaa waalid oo dadkii ugu horreeyay soo islaamay oo reer cabas ahaa tobankii ugu horreeyay bay ku jireen. marka xudayfa nin islaamkiisu horreeyo laakiin aragtida nebiga ha u dambaysay. kaana shawqu xudayfata ilaa liqaai rasuuli sal allahu alayi wasalam yamla-u jawaanixahu, ninka xudayfa leeyahay waxaa aad iyo aad qalbigii ugaga buuxay hilo u qabo nebiga sal allahu alayi wasalam, marun ma arki kartaa buu islaamay. fahuwa maa zaala mundu aslam yatasaqatu akhbaara, laga bilaa maalinku islaamay waxa uu saa u raadceynayay ugu daba jiray nebiga sal allahu alayi wasalam akhbaartiisa. ويلح في السؤال عن أوثاف أو عن أوصافه آدنا بدين جري إنه ضدت أول ديو نبي قتلنا يا شيسة. فلا يزيد ذلك إلا ولعا به وحنينا إليه, مركز النبي أم مقلة أو حان صدى الله بغور رمول إلى نبي ساسو أجي النبي هل كاسو جوغانا جعل كيه له نبي قوم باسيكر ديوم. فرحل إلى مكة ليلقاه هل كا مكة وحاكينتي إنه آدو حقا إلى مكة شو نبي قول كلمه. فما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله, مركو النبي قال لك المؤكد النبي يقول رويدي أمهاجر أنا أم أنصاري يا رسول الله, رسول الله أركان ذلك لقى في الصلاة المهاجر بانا هاي مس أنصاري بانا النبي يقول دي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام النبي مركا وكلمة المالك الأولى, إن كنت إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاقتل لنفسك ما تحب, هذا دونت لنا nin muhaajiri baad noqon kartaa, waad ku biiri kartaa, haddaad doontidna ansaari baad noqon kartaa, halkaasaad raaci kartaa, halkaad adigu jeceshahay un marka dooro. faqaala bal ana ansaariyu yaa rasuul allah, ansaari baan marka halkaa maalinka wuxuu doortay inuu noqdo ansaari. saa darteed marka talaqaadka laga hadlayo fi saxaaba cinda almuxadithiin halka la dhigo
حذيفة بن يمان وإنه أنصاري أنصار تنحي لمالك يا سلطان. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لازمه حذيفة ملازمة العين لأختها. مالك ونبي هجروا له حق إلى المدينة منورة وتري نك حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم بلوكت لوكت أصاره إيش إيش كله ولا صعدت أنا وفارق والنبي صلى الله عليه وسلم ولا صعد وشهد معه المواقع كلها إلا بدرا. النبي قابه تقال النبي كقي جلنا لما تدعو جوك قي قات إلا بدر موسى الجود الحذيفة ولتخلوا في مكان حاكي أنا بدر محمد قنيسي سحابي جنجيل كأه وغزوة رنتي إلى سجارة برانك وحسية هيري ولتخلوا في حذيفة عن بدر قصة رواها بنفسي حذيفة إنه كهرة كقيم قادة الشدة دقاكي بدر إسا كجرتو إسا إنه غور رمي فقال بعيد إسا هل بعيد ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي وضحك لإيمان دينين بيقول إن بدر كقيم قادة لك وحكى كقيم قادة لك وحيا هيد أني يا أبهي وحي رأت المدينة مينا جوين وقتي قادة ودعي وكما قنين فأخذنا كفار قريش وحكى عنت أن نقول لي إيمان كفار قريش إن الرصاص وعمو أسله بلدك حكى قيب قاتل المدينة ونكب حصلين نيوكي وعن نقصد وقالوا أين تقصدون مركزين نويدين سؤالا هل كيف سيسع عطان فقلنا المدينة مركزين المدينة قصع عنا فقال إنكم تريدون محمدا محمد بيار عطان الأدان فقلنا ها مركز سامحني ما نريد إلا المدينة مركز سامحني ما هي المدينة قصع عنا محمد يا شيخ يسأل يعني وروان حقا أي نوع عن ما سيئون هذا أي 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 مكا أوتوريستان سيئا مكا لفهمين فأبوا مكا أن يطلقونا إلا بعد أن أخذوا العهد علينا ألا ننصر محمدا عليه كيف نحي إلى ذين إذا ما سيدين إلا إنا نرسينا سان بلان أ إن محمد أهي لين دولين وإذا لسو سفن دولين بلان تبرك على السيسان أمبام فسيح كرنا وإلا حديثا أديدا نقاتل معهم وإلا نقاتل معهم ثم أطلق سراحنا ألا ننصر محمد عليه وألا به وألا نقاتل معه إن النبي إن أهيل إسلام كان إن لصفا ضيالك مركي بلانتا إن يقاتل ثم أطلق سراحنا وسكك يدايين وسكك يدايين وصبحنا ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما قطعناه من عهد لقريش نبيك ما كان لك ولا نبي بما هو يور ابن مش ابن بلانتي ام لك من نبيك قريش وسالناه ما لا نسمع كده النبي ويدينا عن رسول الله محان كيه النوايا نبيك بين قبتين حين هذين هل شيء بالكودين هل شيء بالكودين كرنا وين محمد الله صلى الله عليه وسلم كيس شو قل انه بلانتي وان ويانا ضد بلان قال لنا محان كيه لنا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام قال نفي بعهده ونستعين عليه بالله بلانتو لنا ونوفينا إلهي موقع المسال النبي صلى الله عليه وسلم أذكر طبعا موقف كان موقف شريفة النبي قال لنا فرو إلا بالروح إلا بالروح وقريفة يا أبي ما أنتنا دقالك اللي قريبا دقالك بدر عدد كنا آد بقوية لهي وحلو باهي إن لا ترب الصلاة الله ضد الصلاة عدد عدد الله بصلاة لو باهي صار يتهدى النبي صلى الله عليه وسلم بلن لمن قال على رجل اللي يقول لي هلا إلى هلا بروح حقيقة هذا ما يصير بلن وبلن عدة دونتي دون لقل أما قفك أبلا أنت لقل إيسا مسلم هل نقضى أما قال هل نقضى كونتراكتيا دان إنك أن أن قال إنك كود دوبي نوسع صحيح حي نوع لا إنها ما أرك دي وحكا استوى وقال حي أن لا إنها قلال اسمه إداري كرنو وحلا وحا أعد قال إنك كو حريب لي وقال قلال تيد لقا صحيح حي ما بولين ترتيب مركو هربا ديد مركو هربا حتى لها أنه كمان بحكر هوشان هدا سيابة لهم خلاص هدا دي بحكو جيتا لكن مرة صحة حريق لي إن اعتمادو ترى محان كيلا وذارو أرنك محان كيلا وضقوا فرما بلانتا وسيد اللي بتوم ولما كان الأحد مكي لقاري دقائق الأحد خاضها حذيفة مع أبيه اليمان حذيفة يا أبيه دقائق يقيك أحيان أو الكاس وكيف يبقاتل أما حذيفة إنت حذيفة اللي فأبلى فيها أعظم البلاء وأكرم وعذرة كان أقول وأنا شرفت بنو مالك الموجي وخرج منها سالما وانا اكبد بادو الى وسوس ما تبعي سوى في يوم وهك صدقاك واما ابوه صم ابي يمانها العبسيها فقد استشهد فيها هلك سوك شهيد مرك
اليمان وآخر في أبيه ده قال يحبك شهيد، ولكن استشهاده كان بسيوف المسلمين لا بسيوف المشركين. لكن شهيد ما يسمى هاي إن المشركين تدلين مسلمين تدلين سافيه مسلمين تا ياكو داي كومات ديمان سافيه دات المسلمين تا يعني وقت مشركين تا عنده سافيهم وحقود على المسلمين تا سافيه مشركين تا كومات ديمان. ولذلك قصة نريدها فيما يلي هي القصة اللي لها سو أروري مين قصة واسدة صوت لما كان يوم أحد ديالكي أحد مالكي ودعه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمان وثابت بن وقش في الحصون مع النساء والصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم وحاؤوا استاجي اليمان أو كوة في ثابت النقيش بوحيري بفيسكا يكون جنان ضمك كي عروت بيقول إنك هذا كان هذا كان يستاهل قارك هاي كان والصحابة بحيه وشو تدقين لأنهما كانا شيخين كبيرين طاعنين في السن بحيه دأبة يا هاي لما نروحه دأبة يا هاي المركة ديالك أمباها معركة دف دفتة ترادة بضان يقف دن يراه كلي وكبه كر كما ينبهي كلي مركة النبي صلى الله عليه وسلم هلك أي معركة قباسي وكدي قانا ينضمك عروت إذيك هلك كان هل كان يستعجل. فلما حمي الوطيش المعركة مركي دقالك وقال أكل هذه وما رح لك علي قال اليمان لصاحبه يمان وآخر ذي به فأقول الله لثابت من وقع الشرور وقيل لا أبا لك ما ننتظر معركتي معركتي أربان وقوس ونانك ما ننتظر محزوقينا يعني ما كلمة طبعا مربع سنتين سكي كنت جيتا مركا لا استعمالا أبا الله هو دائم هذا به لاي إذا في كذا معناها وما ننتظر محن سوين فوالله ما بقي لواحد منا من عمري إلا بمقدار ما يضمأ الحمار والله عمري جانا لابد أنه نوم حصن أنت ومعركتي ضمك وكهرابي المويان أنت أبا نوم حصن لأن محايا لو حال وحي كناية كتهاي الضمك وإنوسن وراتك وقت كي سنكرين مركو إير عببة أما ورابة ومركي وهروك أهراضي ومعني إنت أبا نهرسة إنما نحن هامة اليوم أو غد وحكى لمن يبني ضد هدى دمانا يا أم بغد دمانا يا أم ضد داء الدين وحبوها سنين بعدنا محكا ما كينا يدبسوا بك نما أفلا نأخذ سيفنا وأنا الحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيفت انتان ضخنو وان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا شهادة مع نبيه وإنت السوء إلى هاي ينبو أرزقنا أن هلك نبي قال الشهيد ثم أخذ سيفيهما لا يسلم بالدفع مك وقتل ودخل في الناس ذلك يساو لحقلا واقتحم المعركة قوتي دقال كان هلك سيد لح. أما ثابت ابن وقش نقل لي هاي فأكرمه الله بشهادة على أيدي المشركين إلى هاي وحكومة موسي كشهيده شهيدوني سنة إسلام أنه الله نمك مشركين ترى. وأما اليمن صومه وآه نك نبها النائن وقالنه والد حذيفة حذيفة أبيه فتعاورت سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه وإله سبحانه وتعالى قدر إن يسقط تي مسلمين تسيفه هذي يق أن جرن عند وياه قرب كان وجعل حذيفة ينادي مرك حذيفة قرب كانت إن أبيه سيوف تيكس مرك هل كصوت واقع أبي أبي وراء أباه وراء أباه فلا يسمع أحد عيد مغلى ليس مكان مغلى سيرت صاصي هو مغلى. وخر الشيخ سريعا بأسياف أصحابه إنك أضيعها أغذف أبي هركاس اللي يقول لك دي أو كشهيري لكن هو كل انتهي سيفه يكون نفتن ذلك المسلمين. فما زاد حذيفة على أن قال لهم حذيفة مركم حالة في لأباها الوهر دلي ذلك الدلين أصحاب هذه أيهين ذلك المسلمين تأتس كصف آذان أيهين انت وجيري كلمتك اللي قام هاي يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين الى الدنيا هذا العفو الله نحرس بان انت من ذاك. ثم اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعطي الابن دية ابيه نبي ما يقول الربي ان ابيه ما دام حذيفة ابيه للدلي ان حذيفة اوسي دية ابيه ان اوسي صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة حذيفة ما كعرف كل جوابه ما كنت ديك قادم لها إنما هو طالب شهادة وقد نالها رسول الله مركو هرب إن شهادة رابيني وإنه شهيد ونهل اللهم اشهد أني تصدقت به
بديته على المسلمين إلى مرحلة كان مقهدرة دين أبيه يسوع قال له مسلمين تكصدق السبيل فأراد بذلك منزلة أو فزاد بذلك منزلة عند رسول الله مالك الرب الله كالمبدأ ويري موقف كا ويستاهل بديفة رسولك صلى الله عليه وسلم أكتي سمنزلة أو كرداي أو محمد نقض النبي صلى الله عليه وسلم أكتي سنين استعرى سكولة ورنتي مالك كله ديل كساس وكان أودع وحلقوا مرعا خطأ وكان أود مثلا إذا أود إن هدي يكون على أكل أنو حنكو إن هدي يحن تكون عن قفك أود إن تأكل أضو إسله ما على تقف بربحه يكون رفوق كو أصاب كده أكل كاس وكان مرك ما عندي ما سادة ديال وخلقاتها ما عندي ما صبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه غور حذيفة اليمان النبي صلى الله عليه وسلم آب وباري نيك حذيفة اللي مع دنتيسة حذيفة وعقومة فتجلد له فيه ثلاث خلاف من ثلاث النبي مرق بارك أو كور قال حذيفة أو تشخيص يسد حرمات أو كان يقمق لنيك كم طبعا رأينا أنه قال هير كان إيو قارو صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم إيو النقضه وحارب دبلوك وإيمانا يماخ وأنه بروسيس إجراءات صامر هبرع وصامر أبدير مركم حاكي أنا إنه الحذيفة مركي ودرجة أبدارك هذا النبي مرق بارس هذا حرمات أو صمد كو ذكاء قد يسعفه في حل المعضلات إنه حذيفة ولي فهمت يذكاء إنتليجنس ومرك نباتين إيمانان وكحلي كو لب وبديهة مطابعة تلبيه كل ما دعاها إن الله سبحانه وتعالى أوسي فهم دق دق أه أرنتي مرك أوضان أفك بديهة وحلقوا مرعبا أفك مركي بحول لا صار مف أوسيو دك مف أوسيو يقول مرك حقيقي كر وجواب تصحح هذي كر وموقف كرسم إلى فهم كر أفك مرك بداها لغة العربية العربي أفك مركي يقول هذي كر سدح وكتمان للسر فلا ينفذ أو فلا ينفذ إلى غوره أحد ينسر إلى علم بدن إمية سست إنه قليل أو أف مركا عيل كيس أوجان كرت أمو دادي عيل كرت أوجان كرت مركا نل أقرب كلام مركي إنه إنتليجنس يشوف وفهمي شو إيش الرأي شو إنه بداها أو يشوف مركي أخري كرو موقفته ولف الجري كرو إنه سر وقرين كرو سد حلاق رمود النبي صلى الله عليه وسلم وكان سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه النبي كان سياسي صحيح إن ما أركتي وضبالك وكقارة وقارة أو سهميه سحابه يسوحا على نوى البابا وككالية صلوات ربي وسلم والإفادة من طاقاتهم الكاملة في ذواتهم كدم أكفى إليستو أولها كجر مدبا كاملة وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وحكرنا معها إن قفك مناسب كاه إن باصل أوليه مثلا right man in the right position سو النبي أوكي وأنا قفل بأوكي كمان سادات تبارك النبي يقول صلى الله عليه وسلم هضبة سر وهضبة كوينيشة وحريفة الرماية قرآن هدو عبد الله بن سعود إني أقرينا وقرآن هداد ربطان حلال والحرام من المعاد هداد ربطان فرائد بن وزيد بن ثابت هد أنداك صوتا عطيري إيدا دينا الغرب بلال بارك النبي ساء قيمين تجد أني بس كما ابتعاماها مع رتهب المرجع لا ذي معنيه ذي ما لكن وانين مناسب هو مركا مناسب تأيو بسيشن نذا مامركا مركا قفر بابا محب نكا كان مناسب إيها مركا إيتاي وعي بضانتها إن مركا وحي للربي إن مركا لغسل قارو أما لا يقوم قارو وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشاعي مشكلة أقول مركا المسلمين تسوى جهز مركا من الدينة للجهود وعي منافقين بهالك يهودي انت دبديف لا مك يهر عصمنا ويكبرنا وما يحيكون للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام اسامي مكائد ودسائس وما من مكائد ودسائس ايه ومركا نبي ام ليجي هيريها من دائي مركا هير دائي مركا اول ام ليجي تاسا مركا كبرنا مركا فطرنا الوجرو مركي للقوه وبطون المنافقون تو اي اي اهل الوتر البدن نضتي على كلاسوعي كريم ومهم مركا إنه النبي صلى الله عليه وسلم وياشو of intelligence كوفي عن of سر تقرين كرا of ذاتك معرفة أوجان كرا سيب عوضان إن مركا النبي على حذر مركا أو نقضه فأوضى النبي صلوات الله وسلام عليه لحذيفة اليمن بأسماء المنافقين النبي مركا وحوقد بيه حذيفة وحوقد بيه ليس كقرا يعني مركا ليس لأنه وهبك كلمة contemporary سيد هذا الله عبر له وإلا النبي وحوقد بيه صلى الله عليه وسلم حذيفة وحوقد بيه
magacyada munaafiqiinta oo dhan buu sheegay in alla intii munaafiqiin ay ku jira nabigu tixoy hebel munaafiq wahuwa sirun lam yudli calayhi axada min asxaabi waana sir bay ahayd oo cid saxaabada ka mid ah aanu nabigu sheegin wacahida ilayhi birasdi xarakaati nabigana wuxuu kala ballamo u yidhi nimanka kan dhaqdhaqaaqyadooda marka kuwa golo ilaali watatabbuci nashaatihim iyo waxaa la wixii nashaada ay qabanayaanna inuu dabagalo wadari khatarihim cala alislaami walmuslimiin iyo inuu khatarta ay ku keeni karaan islaamka muslimiinta inuu ka warhayo wamundu dalika alyowm ducida xudayfat bn yamaan bisaaxibi sir rasuulilah sal lay slam maalinkaa laga bilaabo xudayfat bn yamaan waxaa lagu magacaa saaxibi sir rasuulilah sal lay slam halkaana manqaba baa ugu jirta waxaa kaloo haddana meesha laga qaadanayaa in waxa loo yaqaan maanta intelligenciga ama in la helo sector u qaabilsan in amniga lagu sugo oo la ogaado maxaa khatara kusoo foodleh maaragtay nationkii maxaa dhibaato iman kara maxaa cadow maxaa qallaaso iman kara maxaa maaragtay dadka noloshooda hadidi kara in uu jiro waxay ka mid tahay waxyaabaha ee loo baahan yahay si marka dowlad ama maamulka uu jiro salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lagu sameeyey waqad isticaana rasuul sal allahu alayh wasalam bimawaahib xudayfata fi mawaaqifa o fi mawqifin min ashadi almawaaqifi khatara nabiga waxa uu adeegsaday ninka leeyahay xudayfa mawhibadiisa haddaad ogaanaysaa marka xudayfa sababta loo doorto mawqifkana isla dugano mawqif ka mida mawaaqiftii ugu khatarsanayd ee soo waajahday nabiga sal allah alay wasalam waa jamaca muslima wa axwajiha ila aldakaa'i alfaddi waalbadiihati almutaawica oo ah mawqif u baahan fahmo middii ugu sarreysay iyo dhugtii ugu sarreysay wadalika fi dhurwati ghazwati alkhandaq waa markii lagu jira dagaalkii khandaq siirada man kaga soo hadana mawduuca kan dagaalkii khandaq oo sanadkii shanaad aha oo ilahay u leeyahy aladiina aamanu dkuruu nicmat allah calaykum id jaa'atkum junuudun oo qur-aanka u tilmaamayo oo meelba laysaga yimid oo huwantii afarta gees laysaga yimid oo muslimiinta maaragtay oo zilzaal u yimid oo aada loo baqay waa tii dhufaysyada la qotay waa tii dhufayskaa la galay waa tii salmaan faasiqasis markaa kasoo hadlaya laga hadlay mowqifkaas marka wuxuu ahaa mowqif muslimiintu marka dhufayskaasay ku jireen maalmuhuna way sii dheeraadeen nimankan way dul taagan yihiin mowqifka kan marka mowqif aada u daran buu ahaa oo la rabo in intaasoo saxaabaha oo nebigana uu ku jiro in nafahooda marka lagu badbaadiyo mowqifkan marka si u gutaan arkayna xayu kaana lmuslimuun qad axaata bihim alcaduwa min fawqihim min taxtihim muslimiinta ayaa oo la geliyey oo kor iyo hoosba lagaga yimid wadaala calayhim alxisaar go-doonka muslimiinta la geliyana aad ba u dheeraaday washtada calayhim albala baladun way kusii daraad wabalaga minhum aljahdu waldanku kula mablaq waxaa la wixii dhibaato ah iyo ciriirina meesha ugu sarraysa ay isku shareereen wey xataa zaagat alabsaaru ilaa aragyadu ay ka iisheen wabalagat alquluubu alxanaajir ay quluubtuna ay talxaha ay gaartay wa akhada bacdu almuslimiina yadunuuna billahi adunuun muslimiinta qaarkoodna ay ilaahay mala malooyin tira badan ilahay nooma gargaara ilahay garabkeen oo ka baxaya iyo malooyin badan baa meesha iska yimaada ibda'ukum min fawqikum wa min asfala minkum waid zaagat alabsaar wabalagat alquluubu alxanaajir watadunuuna billahi adunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuun wazulziluu zilzaalan shadiida waida alwuquulu almunaafiquuna waladiina fi quluubihim marad ma wacadana allahu rasuulu illa guruura waid qaala aطaa'ifatu minhum يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير أيلها صلى الله عليه وسلم للنفسيات يجوا ماشي يقول غزوة الحزمة كدعيس حرب مكي سيادة ولم تكن قريش وأحلافها من المشركين في هذه الساعات الحاسمات بأحسن حالا من المسلمين حتى طبعا dhanka muslimiinta keliya inaan ka eegin dhibaatada markay jirta xataa nimanka quraysh aha iyo qoladii iyaga marka la gaashaan buuraysiga la ahay qoladii kuwa isoo bahaysteen huwanti xataa kama ayaan xaalad wanaagsan muslimiinta iyaguna dhib baa haystay jahdiga iyo dhibka ilan hadday dhaqaaqaan muslimiinta baxsanaya hadday meeshay taagaana dhib bay u la-anaya muslimiinta halkaa labada kooxood marka ma ayaan kala wanaag yani ma kala liidan markay xataa taaganta faqad saba allahu calayha caza wajala min gadabihi ma awhana quwaaha wazalzala cazaa'ima ilahay baa wuxuu saa marka ugu dul shubay ilahay caradiisa oo ah carada ilahay waxay keentay in ilaahay qoladaas uu awooddooda nugeyl uu geliyo
go'aamadii meesha ay la yimaadeen ay muslimiintiina lugta mariyaan in ilaah subxana wa tacala argagax u geliyo fa arsala calayhim riixan sarsaran taqlibu khiyaamaha, ilaahay wuxuu kusoo dira dabayl dhabanaysa oo teendooyinkooda dhan marka rogaysa, wa takfa'u quduura daryadii wuxuu karsanayna rogaysa, wa tudfi'u niraanha waxa alla wixii daban damiyeysa oo baktiinaysa, wa taqdifu wujuuha bilxasadaa'ib waxa alla wixii kasoo horbaxaan dabay maaragtay ciid dhagxaan wadatasaa indhaha ugu guraysa, wa tasuddu cuyuunaha wa khayaashiimha bilturaabi indhaha iyo sankana marka ciid kaga beegeysa dabayshaas afartigi iska timid, fa arsalna calayhim riixan wujuuda lam tarawatan ilayh, waxaa ilaahay kusoo dira dabay iyo ciidama idinka idaan arkeyn. Marka muslimiintii gargaar ba yimid, gargaarka ilaahay ma yacmal dunida rabbika ila hu nadasar li cidda adiga ku difaacaysa in askari qari warta u noqdo ilaahay maaragtay jirkaaga laga adeejinaya, dharkaaga laga adeejinaya, oo qofka dadka ugu dhowba laga adeejinaya, ilaahay ciidankiisu markuu badan yahay. Fi hadihi almawaqif alxaasimati min taarikh alxuruub, iyadoo lagu jiro xaaladan iyadoo dhicda taagan oo kala baxa ah oo marka dib loo milicsada taariikhdii dagaaladii ay galeen nabiga sal saxaabadiisii, yakunu alfariiq alkhaasir huwa aladii yain awalan, labada kooxood maadaama aanay isdaamin xagga dhibaatada oo labadooda isku mid yihiin, haddaba qolada halkaa lagu jebiyey ee khasaartay ee guuldaradu ay raacato waxay noqonaysaa qofkii hor cabaara ama markii hor sheegta qofka wey. Wayakunu alfariiq araabix, qofka halkaa guusha libta soo hoyan wuxuu noqonayaa huwa aladii yadbid nafsa tarfata caynin bacda saaxibihi, ninka is adkaysta oo gegsada walow ilbriqsi allah ka dhiga laakiin hebel uu kaga dambeeyo. Waa halka carabtu ay dhaahdo ashajaacatu sabru saac, geesinada lagu sheegay waa inaad qofka kanaad ishaysaan oo keliya aad kaga dambaysid adkaysiga walow hal ilbriqsi allah ka dhiga, yani saacada markii layna nasarayn lixdan daqiiqo tahay hal sekan, marka ninkaan is hortaagantihiin hadduu marka carro adna aad sekan marka ka dambaysa gadaal ka carato yuusuf ugu sababa haddaa dhahay ada geesinada iska lagu. Wa fi hadihi lahdaat alatii tuktabu fiiha masaa'iru lmacaarib, iyadoo lagu jiro xaaladan oo ah xaalad runtii marka la qorayo taariikhda dagaalada iyo halkay u dambeeyeen, yakunu listikhbaaraati aljuyuush alfadlu alawal fi taqdiiri almawaaqif wa isdaa'i alnushuur, halkan marka dowrka ay ku leeyihiin nimanka istikhbaaraadka ama ciidanka dabagalka ah ee sirdoonka aan dhahay ciidanka sirdoonka ah runtii waxay ku leeyihiin fadliga ugu sarreysa ay ku leeyihiin inay qadariyaan oo dhahaan war dagaalku waa kusii jiri karnaa iyo kuma sii jiri karno, talo inay bixiyaan marka waa looga baahay ciidanka marka aan dib u baarnay maxaan ogaana logisticly inay xoogaa u liitaan, marka waa in istraatiijiyan meesha aan ku nagaan ama halka haloo gurto dib haloo gurto retreatment hala sameeyo may dagaalka hala qaado, marka halka waa marka loo baahay marka istikhbaaraadka dowladood inuu soo galo. Istikhbaaraadku macnaheeda maaha qof muslimi inaad sida masaajidda u xiri lahaa oo dacwada hoo istaagi lahaa, laakiin ciidanka sirdoonka waxaa la rabaa amnigi dowladana muslimiinta inuu ilaaliyo khatarta kusoo wajahaysa ay kusoo foodahay inuu marka hor istaago mowqif kama mowqifka loo baahan in la adeegsada, maaha mowqif muslim lagu dulmiyo qof gurigiisa loo doomaraya maaha, halka markay marays marka wamin huna marka ihtaada rasuulu calayhi salaatu wasalaam itaaqaati xaliifkin iimaan wa khibaraati, nebigu wuxuu u baahda marka ninka leeyahay xudayfa awoodihiisa iyo khibradiisu marka u baahda efficiencies wacazam cala an yabcaha bihi ila qalbi jaysi lcaduw, nabigu wuxuu go-aan ku gaaray inuu xudayfa u diro laakiin halku u diraya waa halkuu dagaalku ka socdo taxta junxi lleyl, habeen mugti iyado lagu jiro, maxaa laga rabaa marka liyatiyahu biakhbaarihi qabla an yubri amran, si uu akhbaar war ugaga keeno xog ugaga soo uriyo nimankan ay ishayaan oo mushrikiinta ah intuusan nebiga go-aankii ugu dambeeyey aanu qaadan, nebigu marku wuxuu rabaa inuu final decision qaato, meesha ma ka tagnaa ma is yani waa in horta go-aan la qaato, mar go-aanka waxaa lagu salaynayaa halkaan inuu khabarka u keeno xogta uu keeno xudayfat bin yamaan, falnatruk lixudayfat alkalaam, marka xudayfa aan u dayno hadalka liyuxadithana can rixlati almowti hadi, si uu nooga waramo safarka kan ee geerida, waa safar geeriya waxaa loo diray raggii oy soo bahaysa oo raadinaya marun inay arkaan ninuu saxaabada ka midsa kurka u gooyaan ee waxa lai xudayfa bax halkaa tag, geesinimay u baahan tahay, fahmay u baahan tahay, taqdiir lmawaaqif ay u baahan tahay, nafhur bay u baahan tahay, qof kasta meesha munaasaba maa
نبي بيقول مركز رحلة الموت بقدر قال رحلة وين ساقا ورمي بس ده. كنا في تلك الليلة صافين قعودا هبين كانوا في صف بان كود الجنة هيجن كان مهم ونفرني مركز بوحو كهل ليا ودقاقي نينكي وقتري يبو كبيري وهبين مذور وقود عرعي بعد كالاركي ساي مركز مجلس تقول صف بان لنقلي ريا لنقلي هيجن كان مقلني ونفرني مركز وابو سفيان ومن معه من مشركي من مشركي مكة فوقنا نيكي أبو سفيان ها عيدا كوتي يعل قال لي مكة إسجا قاشان بورتا لها إذا هو أنت أهل أصول اللي سن ريم مكة نوي ندول تاريخ وبنو قريدة من اليهودي نمن كي رب بنو قريدة اليهود أنا أسفل منا وين نجح وصية نخافهم على نسائنا وذرارينا مكة وحمو بقينا مكة بالليل هوان كان نقيه هي ذرارينا عروتي وما أتت علينا ليلة مركز بليه أسفل منا نخافهم على نسائنا وذرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة نوصوا مرن بي هبين هبين كم بدي بضن نوصوا مرن ولا أقوى ريح منها كالضبيل حب بضن نوصوا مرن فأصوات ريحها مثل صواعق طبيلها بعي عضت كيسيد ديني وحد مودا ضبيل وحد مودا صاروخ إن يدعيش أو صواعق دعيش وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى أصبعه مجدي ما شكل جيرانا قفك حتى فرتي سماء أكثر ألي حتى اسم أركيس هل كاسي مكة مريسة مكة بالربع إنه مكة نور رمو أو ولاده حالات أن كل جنني طبعا أنا هرب هرب ولي ولي مكة ما تجين لا يقول لي حساب كاس أن كل جنني أبو سفيان هل كاس النجد جرا نبيك ميدا هل كاس النجد جرا وحمود بقينا معرتي هوانكي عروتي أبو بقينا هبين كمان درم بوا حالات مكة ماشة مريسة ولي مكة من دقاقين ما دقاق ويمن ضانا مكة ما سانو بودي ما فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام المك منافقين تمرك أركان يعني ليه ذا تاجنتها بيوحي بالله النبي جي لهنا معرت إذا المسيح معرت ويقولون إن بيوتنا مكشوفة للعدو قوليها مكلمة وبيلها وما هي مكشوفة ما أنا أهم مرك مكشوف يعني وأنا لا ضو مريك أنا ما لي محاسبة ما أنا كل إلى عشان مرك من رسول الله قولي ضيع عن أو وما العلاه أيام كسرت إن نفسها فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له نبي قف إلى ويدزامين كانوا من البحر وهم يتسللون يرحلوا لنا بين حتى بقينا في 300 ونحذان وعن سوء صهر من صلح بقلنا عنه مركو حذيفي مرة بهرت إنه ناصف إنتو سماشة تقلب الحدث بيقول لي حرب ده صارت كل دين وحي الهبين أضمر قرآن بيقول لي نبوة أنا عورة ما يبي عورة كي مرافق هانا أقول حكا ده أنت النبي قال صهر تهبين كانوا حي سلح بقول لي جوجا هاي حرب ما كيس دام بس عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال مرك هذا الدرة يا مرك مرك هرم الدرة النبي قال يستاج وجعل يمر بنا واحدا واحدا مرك شو النبي قال سام وصل دمر من مد بلوتين إنك هجامية عينك هجامية من مد بو أسكست مرك سائل له الراعي حتى أتى إلي سو السعد أن يقيم وما علي شيء يقيني من البر ما نسيت تبي الهمين كذا بيو صار الله بنايا وقبو قدرن وجرو وح قبو إيجي ما وتبر إلا مرطن طبعا المرة إلى هلا واسك وكلمة عربي الطاقة ونسي كل ذي إلا مرطن مريا قائر يا أسكاه مريا وأقرب صارك لأنه حديث مرقو تنامي حديث متفقة متلفعات بمروطهم أصلهم وح دوين سكود الدوان قرب صارك إلا مرطن ضوت يا استابر ولمرأتي أنا يا مالي هوين إذا أتكلم ما يجاوز ركبتي هو مركا سخط ضبالة لا يلو يد مبطع فيه مركا جلبه يمطع فيه فاقترب مني نبي مقشو الوادي وأنا جاث على الأرض أنا ساح أقر ماء جلبه هلو الكبوحي وقال مركا شي من هذا وكان نيكا كان ساح إن قف مركا الحمولة وقالك حتى إساك دمبا أوروري فقلت حذيفة راح حذيفة قال ابن حذيفة ابن حذيفة فتقاصرت إلى الأرض مركز أقولك إسكن نغبي كراهة أن أقوم من شدة الجوع والبرد أنا ديلي هنا إستاج محيا كاجد يسير الدري يقلو هاي مركز أن مركز سجد أن قريب يروك إسكن نغبي وقلت نعم يا رسول الله مركز أنها رسول الله وأني فقال الفير إنه كائن في القوم خبر فتسلل إلى عسكري ما أتني بخبري نمك عينك عن سهينه وربا سوزيالي
intaad halka ciidankooda uu joogo rugtooda u xaluulatid xog igaga keenmuyo dhaqa marka wuxuu bixinaa direction waa markaan rabay inaan soo horbooday markaan fakharaj marka waan baxay وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا أنا هذي بقلين تستنى قف قو بقلين تبضع هذو قبو أجرنا نينك أو يسألنا فروزنا أدنى قبو قبينا قول إنك جش كان ما يروح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كحضور قبينا اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني ومن فوقي ومن تحتي إلى يوم الدين إله إلهي قرتي سنة إلهي oo gadaashiisa ilaali oo midigtiisa ilaali oo bidixiisa ilaali oo korka ilaali ooska ilaali fa wallahi buley faleefa hadlay maa tama dacmatu dacwatu nabiyi sal allah alay wasalam xata intazaca allah min jawfi kula ma awdacahu fiihi min khawfin nabiga ducadiis markay saa u dhamaatay wax alla wixii baqdina laabta iga jirtay ilahay baa iga qaadan kow wa azaala can jasadii jirkaygana wuxuu ka zuuliyo ka qaaday kulama asaaba min bardin qabow yahay oo dhanba يعني دعاء النبي هو حلم قط جاكت وينتر وقبل كعلية بالكبر درم وجب كيس مكي بفيتامين دي ودفاع النقض إلى أيام كي هذانا بقدين تريه قال لين كيس إلى كذا بعد فلما وليت مركان سأوصي لقرآن ربك جيدي ناداني عليه السلام بقوية وقال له يا حذيفة إلا وإلا لا ترتار موسى لا تحدثن أو لا تحدثن عندها في القوم شيء حتى تأتيني halka markaad tagtid onyaankaa ciidankaad u tagtid waxba ha samayn waxba ha soo shanqar yar xitaa ha samayn ilaa idiga timaad yacni maala meesha markuu tago wuxuu arki karaa mawaqif u baahan inuu ka falceliyo oo runtii loo adkeysan karin ama ciidanka siduu noo warrami doono hogaamiyaha agtiisa marmaray uu ka takhallusi karo dhiiga khalaas ciidanki sa meel sahla inuu ka soo qabtaa laga yaaba wuxuu yidhi maya adigu waxba ha samayn faqultu nacam markaasa waaji rasuul allah ومضيت وان صعدي اتسلل في جنح الليل انا كل حلولني كل اركان دي حتى دخلت في جند المشركين سنسع لما هناك مشركين تاع شب قلبي وصرت كاني واحد منهم مركز انا اسكن يقول لي كمل وان ان اسكن كان وقت يقول لي كوب بيني وان اسقريب بيني يعني وحان كان اسكن يقول لي كمل سنه لي كثير وما هو الا قليل ان المكان حتى قام ابو سفيان فيهم خطيبا ابو سفيان بيستهزئ ذلك خطبة أجيدينية علي وقال يا معشر قريش قريش إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا وربا ربا إنا رئيش يقول لك وحكى بقين محمد جار وركا نيسى مركا ومركا تبعيدا كوا وحكى طب سكرة لده وعيدا قبل تريق الله شير وبيل وربا ربا إنا إذين شاق لك وحكى بقين محمد إنو وركا سوء قدبه فلينظر كل رجل منكم من جليسي من جليسه لأنه يكون عقل بطنان مسألة نيب إنه يبقى إنك إذا كان بدا وفك القرب كي سفد إياي حيث كي جاي قريب ما إنك عم بيسوا ذلك فما كان مني مركي سالي بالأرك بدا هذا القشي بدا هذا هو مركة مركي بإن أدي قدم أوتوماتيكو شقي سابقا هدو قفك لهان الله أنتو سكد بوريلي محان سمايا إيو بقوام الله سواما معوسة من مركي فما كان مني إلا أن أخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي مركي من جلس لي في نيجا عند نبي تاكيرا وقلت له من انت يا هذا هيدا وقل بالله ربي فقال مرك فلان من فلان مرك قف مرك اتيو هر مرتي سجا بقنا الوقت مرك ليه بس كده انه من يفك كم جهل صار مكوس لي وهنا قال سفيان سفيان ابو سفيان بحر الربي يا معشر قريش انكم والله ما اصبحتم بدار قرار ما شد دكتان مال انك على ما لقد هلكت رواحلنا وحا إلهي قدري إن وحلوحي أن دابت أن وذني وإيها لكسنت وتخلت عنا بنو قريضة نيوانكي رب بنو قريضانا وإنك التقال ونيوانكي باتي أولا عند قلاك كلابتين ولقينا من شدة الريح ما ترون طريشا دبان إيسانا نبكى نقصوا قارو ذاك إيسانا فارتحلوا فإني مرتحل حدا أن كلا نقاطن صعدا كلا يعني صفر ما شكتي من ديبقوا لابتا أنهم بحيان ثم قام إلى جمله ففك عقال مكس رتيس جوء آذن بضبك كفر وجلس عليه ضد الفريسة ثم ضرب فوثب إليه مكس قنصدي إلا مركي ومكا لدقاقي ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أمرني ألا أحدث شيئا أدوس النبي
يلا دردار من هين إن أنا فرق هذه محبا أنا لئما حتى آتيه إلا نبي كلكم لقتلت بسهم وإيسى لنبي إن ما أردت فلان أن كنت لنك أبو إلا مركي هاشو أي أما رتب ساو الله سو كاني بمركي وشيشي كري ونبكو دي كري لكن نبي يلي فرقنا قادم محنا عصمين أقول مشين كالغود روان محل حبتا مصور إنت أمبارد كو مركة نبي بلا هدي أهي إن حذيف بديل يعني هنا ويصوب على وفي نفس الوقت من دجال إنه يا عن فضين وصوت دون السقف العليا موقف كسي سوى جانا ما عينه لبر يمركو فيه وعند ذلك رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه فوجدته قائما يصلي في مغط لبعض النساء وحنا أكمل نبي أتكن لكن حرم ما أردت مرأ قد مركو شديهن فلما رآني مركو النبي أركي أدناني إلى رجليه لبي يسلوه هلك إجرام بيسر دويه وطرح علي طرف المغط مرضي وتي والنبي كنت كان يعوين في سلام القار كم إذا ما كان يمر فأخبرت وما كان لو سي مكة سفت عيون نقطة سل لبعض من كان حيسة وإزجر فني فأخبرته خبر مكة صرح وشيء فصر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه مكة النبي أت تغفر حي وإله يوم هالنقي إله نعمان هذا طبعا ذلك مكة إله سبحانه وتعالى هو بالتالي أمضي وغير الحكومة بعد الدبايلها وفي نفس الوقت عندنا خبر كان إلا لأنه إني خلاص إني يجرين وماشي أني دقات سيوي دي كيرو ميكتا ما تلبت الكير وإذا نفت الموقف كيرو ماشي سلم ظل حذيفة اليمان مؤتمنة على أسرار المنافقين ممتدت به الحياة نيكا حذيفة ليها إنت ونوراء لمبا نمنك منافقين تأسرارتو إن الوقع من روحا وظل الخلفاء يرجعون إليه في أمر خلفاتنا وحيكبك تلمزدري هالي ولا لابتان ممالي ولا لابتان أبوحي أسرار حتى إن عمر الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب على رأسه حتى كان إذا مات أحد المسلمين هذه من المسلمين تكمل له ودنته يسأل هو دين حذيفة الوليد أحضر حذيفة للصلاة عليه أو مسلمين تكمل هدون يتو حذيفة لنك حذيفةها مي من كنت كذا لك كان من كنت كذا يعني حذيفة جنازة نصح حاضر فإن قالوا نعم هذه لأن حذيفة وجوه جنازة صلى عليه كنت كذا وإن قالوا لا هدي لنا حذيفة مجهودنا شك فيه وكشك يمدينا وأمسك عن الصلاة عليه هنا كي استاجد لما كنت كذا محالا لأن حذيفة لن موافق كنت كذا مركة هلك ما أردتي عمر الخطاب وكش إلى القادم دي روحة هاي حذيفة جنازة هيو البعض أنت حذيفة مركو مركي بعد قوة ورقاقة حذيفة جولة معناه ذي وحوي نينك وأن المسلم موحدة والبوت كنه حذيفة مقيم معناه روحة كذي أنت كم منافق والبوت كنه وقد سأله ذات مرة ما للمال ما حكم له ويدين سؤال أفي عمالي أحد من المنافقين قد كأني قال أشتقى هي مكود جلاني منافقين تكمل فقال في رواكب هاني مبعد جلان فقال عمر وحبي المركة دلني عليه تسعي إن شاء الله قطر أمرك فقال في لا أفعل ما يمصر ما يدين النبي قال يبدأ بطار بينا نشيه ما يعقلب لي قال حذيفة في لكن عمر نيك عمر اللي ما لبث أن عزله مركبا من كاس أمام بشري بوشغلك قال كأنما هديني يحاول أنه دائم فرط الله وفيق مع عمره على ملهم بوها ولعل قليل من الناس من يعلم أن حذيفة اليمان فتح للمسلمين نهوا والدينور وهمذان والري وحال الله يا أبو ليه كاتبك ضدك هي قان ضد فرق ترس أم بالكرنكرة نينك حذيفة إنه صاب وها مسلمين تقوم أفرطه لولاك الكلاة النهوا وها ولكن الله أعطينا إنه مجالوي ما هو إنه فارس كي يرحك أي بيرشي أو يسود جل إنه وند إدينور همدان الرأي ما لها مركز الفرن أي نينك صابت أو ها وقعها حذف مما مناقبتي سوى حكم إنه كان سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد وحكال صابها مسلمين تأني إنها مصحف الواقع بعد أن كادوا يفترقون في كتاب الله كذي مركي طبعا لو كانت تكسنا قرآن كي أقرنتي سمعني إذا مركي اللي يعني إن الكبرى وكان مع قراءات كهذا الأقيام مع قراءات كنوع وحرف واحد يو رب هذا حرف واحد لكن حروف كلا الدوام بقى هاي ضد كذا هل بلغوا جميع وعلى الرغم من ذلك كله يو تائج استهدنا كان حذيفة اليمان شديد الخوف على نفسه من الله صائت هذا آد بقى نجر ومن الإله كبقوا عليم الخشية من عقاب إلهي عقاب كسن آد بقى نجر مكك مكة سوى من النبي قال صاحب وتعي النبي قال كأماني النبي قال سافيري هولها صدق مضى وقبتي وحاكم مكة سوى فهو حين ثقل عليه مرض الموت
markii xaraabiga uu gaaray oo geeridu ay soo doonatay oo cuslaaday, jaa'a bacdu saxaabati fii jawfi lleyl, saxaabada u yimid habeen sab dhexay ahayd. Faqaala markas ayu saacatin haadihi, waagaa beri rabay leh. Qaala bil acuudu billaahi min subxin yufdii bii ila annaari, ilaah baan ka magangalay subax ama aroor igaarsiinaysa naar. أعوذ بالله من الصباح يفضي بي إلى النار إلى ما كما قال أرور إجارسيني سبار. ثم قال أجئتم بكفن؟ كفن إيك أنت؟ قالوا نعم. ها قال لا تغالوا بالأكفان، كفن قاليها إيك ينين كوا قالي، فإن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا. هدي إله أكتس الخير يجي لنا خير بل مبدل، وإن كانت الأخرى هدي أنا هاي سكر أي تهم وخير أن يجي نسوها مني وبل يسيري. ثم جعل يقول مركز عبيد جل، اللهم إنك تعلم إله هو الأكتهي أني كنت أحب أحب الفقر على الغنى، إنا ولي جيب أجعل الله فقري إنا كجعل الله أنت نمضى، وأحب الذلة على العز إن أنجعل الله إنا أدي أشكال بالله يؤب وعزنا أن يدك استصان إنا نجعلين، وأحب الموت على الحياة إنا أنتن إنا كجعل إنا هو أكتهي. ثم قال وروحه تفيض إيضا الروح لصاق وقسي بحيث وعين، حبيب جاء على شوق، حبيب جاء على شوق لا أفلح من ندم، وحبيب ومعركتي وكوي من على شوق لا أفلح من ندم. كما ركو حكوة لها قيريدي بقوت تميد إله وقفك كقوم ما يقول هذا نحن هضر ليبانا وقص الليبان رحم الله كذيفة اليمان إله هون حريساء، فقد كان طرازا فريدا من الناس يحوها من كنت معركة ضدك طريق يعني فريد فاركوتيرسكا رنتي ماشى صار قاريب وها رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه إلى هنا بالله التوفيق.